مشاهدينا الأعزاء، كل عام وأنتم بخير. كل عام ونحن بخير، نحن بخير الإعلاميين. الحقيقة 88 عام اليوم، أجيال بتسلم أجيال، أجيال علمت أجيال. معهد الإذاعة والتلفزيون بيت الإعلاميين ومصنع الإعلاميين، تعلمنا تربينا على أصوات إلى الآن نتذكرها أبلة فضيلة، بابا شارو، الأستاذة فريدة الزمر، الأستاذة فاطمة فؤاد، أسماء لن ننساها، أستاذنا الجليل صاحب الأفضال عليه رحمة الله علينا، الأستاذ وائل عبد المجيد، الأستاذ مصطفى الشافعي، يعني أسماء غير عادية، أستاذة ماما نجوى. إلى الآن كل الناس، كل جيلي يعرف من هي ماما نجوى. كل هذه الأسماء وكل هذا التاريخ في الإعلاميين، وعيد الإعلاميين بنقول لهم كل عام وأنتم بخير. رحم الله من علمونا، من ربونا على أسس وعلى مواثيق العمل الإعلامي. ليست الرقابة فقط هي الرقيب علينا، ولكن الرقيب هو الضمير، هو العقل، هو أشياء كثيرة تعلمناها، معايير خاصة جدا بينا داخل التلفزيون المصري. مهما حدث سيظل مسبيره هو الأصل، سيظل مسبيرو هو التاريخ، سيظل مسبيرو هو من علمنا، هو من أصبح وكان وهيكون صاحب الريادة الإعلامية. ناس كتير جدا بتقعد تتشدق بهذه الكلمة وتقول فين الريادة، أنا بقول لهم لا، بدليل أن كل من يعمل، كل من يعمل في القنوات الخاصة ونجح هو ابن من أبناء مسبيرو. ليس بالضرورة أمام الشاشة، ولكن خلف الشاشة من مصورين، مونترين، مخرجين، معدين، هم أبناء هذا المبنى العريق مسبيرو. لماذا سمي مسبيرو؟ مسبيرو لأن المهندس الذي أنشأ هذا المبنى التراثي المعماري الرائع كان اسمه مسبيرو. مسبيرو هو الحياة، يعني اللي ما عاش في مسبيرو ولم يكون ضمن منظومة مسبيرو لم يتذوق ولم يعرف حلاوة هذه الشاشة ولا الإعلام. صدقوني كنا صغار ونذهب لنتعلم ونتدرب على أيدي الأستاذة سهير شلبي رحمة الله، على الراحلين أحمد سمير، محمود سلطان، كل هذه الأسماء، وكنا ندخل هذا المبنى كده وكلنا شغف إن الله دي صفية العمري، ليالي الحلمية، ده أسامة أنور عكاشة، ده ممدوح الليثي، ده فلان، ده علان. لكن اليوم لا نرى هذا التاريخ أبدا، ولكن أنا معرفش، أنا عندي يقين في الله أنه سيظل مسبيرو وسيظل التلفزيون المصري. هقول لكم حاجة، كلنا بنتناقل الأخبار بشكل كبير جدا صح؟ ونقول لك اصل الموقع الفلاني والموقع العلاني قال بكره اجازه، ولا نقتنع ابدا الا اذا ظهرت نشر التسعة في التلفزيون المصري وقال ان بكره اجازه. خبر وفاه لاي حد مش ممكن يبقى فيه تصديق الا اذا كان في التلفزيون المصري. ده لم ياتي من فراغ، ولكن جاء من رحله كبيره جدا قدموا فيها ناس كتير أعمارهم وحياتهم. أنا واحدة من الناس اللي التلفزيون أخذ كل حياتي، أعطاني الكثير، لكن أنا كمان لا أعرف عمل ولا أعرف حاجة في حياتي غير الإعلام. أنا كنت كتير بقول لولادنا الطلبة والطالبات إن إحنا عندنا، إن أنا شخصيا يعني من تربى في هذا المبنى، كرات دم بيضة وحمراء وإعلام، فيما دون ذلك لا نعرف غير الإعلام. الآن أصبح الإعلام بيزنس، انت ده بياخد مليون وده بياخد اتنين، وسباق حول تورتة الاعلانات. لا تنصغوا طلابي وابنائي الاعلاميين لهذه المسألة، ستظل كلمتك وتحديدا بعد اليوتيوب كل شيء بيحفر في الذاكرة، مش ممكن تتحول والناس تصدقك ابدا. تأكدوا ان اللي اخد الاعلام حياة هو من تقدم، واللي اخد حياته الاعلام بيزنس تأكدوا أنه سوف يتراجع. كل سنة وكل الإعلاميين بحب وخير وسلام. عيد الإعلاميين كان عندنا عبارة عن فرحة غير عادية ننتظر من العام للعام، لأن بيبقى عندنا أشياء كثيرة بتقدم لنا خلال هذا التاريخ. إن شاء الله هيعود ذلك،
وحيكون في عيد للإعلاميين نحتفل به ويحتفلوا به أبنائنا وأحفادنا إن شاء الله. النهاردة في حلقتنا الحقيقة عندنا يعني فقرتين. الفقرة الأولى حيكون إعلام مقروء، والحقيقة كان رفيقنا في تاريخ كفاحنا في التلفزيون وبدايتنا ومعرفتنا، ويمكن الجماعة الإعلامية في اسكندرية يعرفون بعضهم البعض جيدا، صحفيين أو إعلاميين أو حتى استعلامات. معنا ومعكم على الهواء مباشرة الأستاذ عمرو حافظ، أهلا وسهلا، نائب رئيس تحرير الجمهورية والكاتب الصحفي الكبير، أهلا وسهلا بك. أهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتكم طيبين، كل سنة والكلمة المقروءة والمسموعة والكلمة المرئية، كل سنة وكل الإعلاميين في مصر بخير وصحة وسلامة. كل سنة وحضرتك طيب، تقول إيه النهاردة في عيد الإعلامي؟ والله أنا عايز أخد أبتدي من كلمة أنت قلتيها جميلة جدا، أجيال علمت أجيال علمت أمة بحالها. الإعلام في الأمة العربية كله هو أصل الإعلام المصري طبعا، من لم يتعلم في مبنى بسبيرو لم يتعلم إعلام، هو اللي ما تعلمش في الجمهورية ما تعلمش، هو اللي ما يتعلم في المدارس الكبيرة أربعة، احترامنا لكل طبعًا. المدارس طبعا، طبعًا. ما تعلمش في المدارس الكبيرة الأخبار والأهرام والجمهورية تمام، لأن هم دول أصل المدارس الصحافة كلها، بيبقى لي شرف أن هو تتعلم طبعًا. في هذه المدارس، ليس أن هناك في الصحف الأخرى ليس هناك مدارس، ولكن المدارس نحترمها، ولكن هم أبناء الأهرام برضو، يعني رؤساء تحرير الصحف الأخرى هم أبناء الأهرام، إن برضو كل القنوات العربية مهنيا هو خارج من مسبيرو طبعا، كل القنوات اللي هي في العالم العربي كله والقنوات الإخبارية اللي كل الناس بتتابعها والقنوات اللي هي بتتابعها على أول مدينة القنوات إنتاج الخاصة في الوطن العربي هي برضو عندنا مدينة الإنتاج بتاعتنا. فإحنا المدرسة الأصل، إحنا المدرسة اللي هو بيتخرج منها بعد كده بيروح مع الشهادة اللي نقدر نقول عليها معتمدة، هو مهنيا أساسيا متعلم هنا خلاص، أخذ شهادة الاعتماد، بعد ذلك بتبقى الفرق في الإمكانيات، الفرق في الأدوات، الفرق في حاجات كتيرة جدا، ولكن مش هيعرف يدي في أي مكان غير لما يكون طالع من الأصل اللي هو مبنى الإذاعة والتلفزيون مسبيرو ذات نفسه. فأجيال علمت أجيال علمت أمة. طب إحنا بيجي علينا وقت من الأوقات بنقابل أصدقاء من الوطن العربي، أنا ما بصدقش إنهم من الوطن العربي أو من أي دولة، بيعرفني على طول بيتكلم معي، طب أنت فاهم أنا بقول إيه؟ يقول لي أنا فاهم أنت بتقول من إيه؟ من الدراما، الله أنت طب أنت عرفت الدراما. الكلمة دي معناها إيه؟ دي كلمة مصرية يعني صح. شعبية صح. الدراما. يقول لي لا عارفها لأن كل الدراما المصرية صح. بتتعرض المسلسلات صح. المصرية، أدي قوتنا الناعمة، خلينا العالم العربي كله يعرف اللهجة الشعبية المصرية صح. كلهم عرفوها، عرفوها منين؟ من الإعلام المصري ذات نفسه، من القنوات المصرية، من المسلسلات المصرية، من الدراما المصرية، الدراما المصرية اللي هي كانت بتخلي العالم العربي كله يتجمع دلوقتي. طبعا العالم العربي كله يتجمع حول شاشة التلفزيون لمشاهدة رأفة الهجان، العالم العربي كله يتجمع حول شاشة التلفزيون ليالي الحلمية طبعًا. المال والبنون، كل القنوات العربية كلها ساعة المسلسل هي أصلا كانت شاشة مصر في كل بيت عربي صح. أنا مش بقول في كل بيت مصري لا، ده في كل بيت عربي الشاشة المصرية. هل خلف ذلك مثلا عملية مثلا أن لا ده خلف الموضوع دوت جهد من ناس كتيرة، عرق من ناس كتيرة جدا أوي أوي. تعب علم الإنتاج دراسة، ده كان لا ينام قطاع الإنتاج ده، يعني أنا كنت الدور العاشر عندنا في المبنى ده اللي هو فيه قطاع الإنتاج، لما تروح أولا كافيتيريا العاشر دي كانت كافيتيريا غير عادية، يعني أنا بحزن الحقيقة لما بروح مسبيرو الآن، أنت مش متخيل، بقول لك كنت تروح مثلا في رمضان عشان تعمل أي حاجة تلاقي طول الوقت شايف صفية العمري، شايف أسامة أنور وكاشة، إسماعيل عبد الحافظ، يعني ما انتش بعيدة عن العالم ده والمجتمع ده، وكانت الدراما حتى متأثرة بالإعلاميين بشكل كبير جدا جدا. القضية اللي كانت تطرح في مصر او القضية اللي كانت تطرح، يعني اول انا من وجهة نظري
الله يرحمه الأستاذ أحمد سمير هو أول واحد عمل برامج توك شو في آخر أخبار آخر الأسبوع. كان بيجي برنامج آخر الأسبوع أو أخبار، وكل ما اتعمل في الأسبوع فكان هو بيعيده بيعيد تحليله من أول وجديد. أنا من وجهة نظري إن ده أول واحد عمل برنامج توك شو تقريبا من 20 سنة. وسمير صبري وسمير صبري النادي الدولي، ما هو ده أول توك شو فعلا، وكان متنوع بيقدم سلمى الشماع لا يعني لا ده غير كده ان هي كانت الإذاعة والتلفزيون المصري احد الدروع التي تحمي العادات والتقاليد النبيلة في المجتمع، اللي هي كانت بتحمي الصح من الغلط، العيب من المشعيب. انت كنت بتسمع الصبح قبل فضيلة في الحدوتة فيها قيمة، الحدوتة نفسها إيناس جوهر وسناء منصور فانتاستيك كل الحاجات ديت انت لو تفتكرها كده لها ذكريات عندك. هذا الجيل لم ينسى هذه الأشياء. البرامج احنا سبقنا كتير قوي، احنا عندنا برامج حتى الآن ما نسيناهاش. ليه؟ لان هي اصلا حتى الآن مش لاقيين البرامج اللي تعوضها. اذا اخترنا لك الكريم نادي السينما واخترنا لك عالم البحار، عالم الحيوان، كل البرامج، وان كانت برامج مصطفى محمود، دكتور مصطفى محمود العلم والايمان، كل دوت كان كلنا بنيجي تتجمع الاسره كلها قدام شاشه التلفزيون. انا بقول لحضرتك يعني كان احد الحاجات، مش هو الاساس، احد الحاجات اللي حامد برضو شيء من الاعراف والعادات والتقاليد كويس، وبرضو احد الحاجات اللي كانت بتدعم الثقافه لدى المجتمع دعم ثقافي بدون نظر الى اي عوائد مادية أو مالية. الإعلام يظل مدرسة لا يكل ولا يمل منها المشاهد. دي حقيقة. وديت يمكن سر قوته. إن هو الإعلام عملية سلسلة من التعليم اللي هو بيبقى ممزوج بشيء من الجذب والاستقطاب للمشاهد ذات نفسه. هنا بقى قوته وهنا حلاوته. الإعلام فهو إعلام سلسلة على طول، تعليم، حلقات متواصلة في التعليم، حلقات بتداوي العيوب والثغرات اللي بتواجهنا يوم مع اليوم. إحنا في مجتمع حاليا سريع متغير، يوم عن يوم بتظهر حاجات جديدة، بتظهر لنا عيوب جديدة، بتظهر بنتعرض لغزوات جاية من برة للغزو الفكري والثقافي كتير جدا. وعندنا دلوقتي تحديات كبيرة، مش الأسرة والمدرسة بس، لكن في تحديات كثيرة منها السوشيال ميديا. زمان لما جينا نفتح التلفزيون هنا في اسكندرية قالوا ان التلفزيون ضيع إذاعة اسكندرية، وانه الناس ما بقتش تسمع إذاعة الاسكندرية بالشكل الكافي، وان الصورة بألف كلمة، وانه خلاص احنا. ولكن الحقيقة محدش فينا قدر ينسى من أرشيف المحاكم وأيام لا تنسى للغالي الراحل الأستاذ نبيل عاطف، ولا ست البيت الأستاذة رجاء هجرس. ثم جاءت السوشيال ميديا فقالوا التلفزيون راح عليه، ودلوقتي اليوتيوب والقنوات والمواقع الإلكترونية بقت بتنج، يعني لكل جريدة دلوقتي تلفزيون، وبيطلبوا من حتى الصحفيين أنه يعمل تقرير مصور. تفتكر ده هيأثر بشكل كبير على مشاهدة التلفزيون؟ هو هيأثر، هو أثر فعلا على مشاهدة التلفزيون، بس هو مش هيلغي أبدا في حياته التلفزيون، وعمره أبدا ما هيبعد التلفزيون. زي ما حضرتك قلت إيه، الراديو قالوا الراديو خلاص، التلفزيون طلع. انا بسمع الاذاعه كويس جدا، انا راجل من محبي الاذاعه جدا. حضرتك لسه مفكراني دلوقتي بالبرنامج ارشيف المحاكم اللي كان بيجي كل يوم سبت. طبعا استاذ نادي محمود وكل شو انا حافظ بالايام طبعا، ببرنامج ارشيف المحاكم كل يوم سبت، كان بصوت الراحل زميلي الغالي مجدي البابلي. مين يقدر لغايه دلوقتي، انا عايز اقول لحضرتك لغايه دلوقتي في عندنا ناس اهالينا بسطاء جدا يجوا يسمعوا، احنا سمعت في الراديو بيقولوا كذا، هو الموضوع ده صح ولا غلط يا استاذ؟ احنا سمعنا في الراديو بيقولوا كذا وكذا وكذا، الموضوع ده صح ولا غلط؟ لازال حتى الان الكلمه الموثوقه
هي كلمة الإذاعة والتلفزيون والصحافة المصرية. مهما تقرأ في احنا بنفتح للناس ده تلفزيون الدولة ده احنا بناخد مرتباتنا من دافع الضرائب، يعني احنا لنا دور كبير جدا مع المجتمع. وكان ضيفنا القادم بيقول لي الدكتور مصطفى زيدان بيقول حاجة مهمة جدا يعني هيفيد في كلامها عنها، بيقول ان الناس لازم تشوف نفسها في التلفزيون. هيبعدوا عنك ازاي؟ لا طبعا هو الاعلام ايه؟ يعبر عن الناس ويتكلم في القضايا اللي تهم الناس وفي نفس الوقت هو بيوجه الناس لقضايا وامور اخرى قد تكون ممكن غايبة عنهم. وده دور الاعلام الواضح والصريح المهني اللي احنا تعلمناه. انما السوشيال ميديا انا بقول زي ما هي قدرت وتلفت الأنظار لفترة معينة، ولكن برضو مش هتقدر ان هي تكمل لان التغير السريع بتاعها مرتبط بالمزاج العام، والمزاج العام للناس متغير يوم عن الآخر. هي مش هتقدر اصلا تنتج لإنتاج التلفزيون مهما كان الفرد الذي يعني مع احترامنا لكل واحد بيكتب على السوشيال ميديا، ولكن ليست كلمة تمام مثل الكلمة المهنية الصحفية الأكاديمية اللي طالعة. هنا دي بتفرق كتير جدا. هنا كلمة، الكلمة خطيرة، صورة خطيرة تعبر بحور وتعبر الزمان وتوصل في دقيقة أو في كل مكان. فهنا هو لن تستطيع برضو السوشيال ميديا ان هي تلغي التلفزيون او الراديو. لا هيفضل مسؤولية يعني أثرت، نعترف أنا أثرت. ما في شك انها أثرت، بس ما أثرتش على الناس اللي محتاجة تاخد مش السبق، الموضوعية اهم حاجة. الموضوعية بالضبط، لان في ناس عشان السبق بتعمل المستحيل. يعني ما هو السبق دلوقتي عملية من التوهان. انا بوضع بحط الدنيا كلها في عالم توهان. يعني انا اخش مثلا على سبق في اي مكان ما او في اي مجال ما عشان احقق السبق، هتلاقي المعلومه المنقوله ناقصه، هتلاقي غير كامله. يبقى هنا اذا العمليه فيها عيب، فيها خلل مهني. المهم ان هي تكون كامله واصله بدرجه بسيطه ودرجه مفهومه للمشاهد او للقارئ او للمستمع علشان ان يقدر ان هو يفهم. هنا الاكاديميه ذات نفسها، انا مش بنقول اكاديميه يعني مثلا تبقى العمليه رسميه لا بحتة. وتحرر التلفزيون المصري برضو من بعض قيود، ولكن اللي انا عايزه حضرتك تلوح له وتؤكد عليه ان بعد سنواتك في العمل في الجمهوريه اللي هو برضو بتشابه نفس منظومه ماسبيرو، ما اعتقدش ان انت لسه عارف ان هتبعت خبر يترفض او صالة التحرير او في الديسك يرفضوه لانه خارج عن النص او عن بعض القواعد اللي احنا ماشيين عليها من سنوات. لا انت بتبقى طبعا فاهم خلاص. اتعلمت وتعلمنا زي ما حضرتك قلت، ارجع برضو لكلمة حضرتك، اجيال علمت اجيال. لما الاجيال علمتنا واحنا تعلمنا من اساتذتنا، تعلمنا ان حتى الحاجه اللي مشكوك فيها الله الغني عنها. بالظبط. الحاجه اللي مش واثق فيها بلاش منها، حق الرد مبحول للطرف الاخر. وهل مثلا المصدر ذات نفسه موثوق منه ولا غير موثوق فيه؟ في المدرسه يعني طويله عريضه حتى تستطيع ان تصل الى الكلمه ذات نفسها او الى الحقيقه ذات نفسها عشان تقدر تقولها، لان انت بقيت مسؤول عنها بقى خلاص. فانت مسؤول عنها، مسؤول عن تاريخك كله. ان انت لما بتيجي بتقول حاجة زي كده انت مسؤول عن كلمة، هل الكلمة دي صادقة ام غير صادقة، فانت المسؤول عنها. وده طبعا اللي بيبقى قدام مننا زي ما قلت كده، الضمير طبعا بتاع الانسان يتشكل لان في يعني حاجات ممكن تلوح لاتهام معين لشخص تضيع اسرة. ما هو انت مش بتتكلم على شخص واحد، ده عندك هذا الشخص لديه زوجة وأبناء والأبناء متزوجين، فكل كلمة لديها رقيب عتيد، صدق الله العظيم. بالفعل الكلمة مهمة جدا، قبل ما نخرجها نبقى متأكدين حرفيا بما يحدث. خلينا نقول أن في مثل ذلك اليوم من 88 عام الراحل العظيم المذيع الرائع أحمد سالم قال هنا القاهرة، هنا القاهرة اللي كلنا
افتخرنا فيما بعد، ثم توالت الإنجازات والانتصارات في للإعلاميين. وخلي بالكم القنوات الإقليمية ديت، أو يعني عايزة أقول إنها مش قادرة أقول لكم قد إيه كانت إنجاز في الدول المتقدمة. والأستاذ عمري يعني يؤكد على كلامي إن أنت ما بتنزل أي بلد بتفتح القنوات الإقليمية والصحافة الإقليمية أكبر بكتير جدا وليها رواج أكتر، بحكم إن كلما كان اقترب الحدث منك جغرافيا كان أكثر أهمية. يعني دي حاجة احنا متعلمينها، والإغراق في المحلية يصل بك إلى العالمية. فطبعا القنوات المحلية ذات نفسها والخبر المحلي ذات نفسه أو الجرائد المحلية ذات نفسها بتبقى ليها رواج كبير جدا واهتمام كبير جدا، وبيبقى بيتسابق عليها الناس. على فكرة علشان برضو نرجع للقصة دي عشان حضرتك، حتى الآن دول متقدمة جدا ودول يعني كبيرة جدا، وحتى الآن تهتم جدا بالصحافة الورقية بالإذاعة والتلفزيون المحلية. يعني الكتاب والجورنال فيه تراجع، بس برضو يبقى عبق الكتاب. أنا هقول حاجة تمام، السوشيال ميديا تسليني، الكتاب يعلمني، الخبر على السوشيال ميديا بعد خمس دقايق انتهى تمام، بعرف بفهمه، يعني بعرف الخبر، إنما لما بقراه بعرفه جملة وتفصيلا وابقى على وعي بيه. هنا بيشكل وعي، هنا بيشكل علم، هنا بيشكل مجرد معرفة سطحية. يعني السوشيال ميديا احترامي ليها كبير يا جماعة، عشان محدش يفهم يعني، بالعكس احترامنا ليها كبير، وهو يعني ده لغة العصر، احترامي ليها كبير جدا، بس المعرفة بتاعتها سطحية. عايز تتعلم، هتتعلم من الجريدة، هتتعلم من القراءة، هتتعلم من التلفزيون المصري ذات نفسه اللي هو بيقدم لك المعلومة من أجل الارتقاء والوعي بيك. هنا شيء وهنا شيء آخر. كل سنة وانت طيب. وأخيرا تحب تقول إيه لكل الإعلاميين كنصيحة وتوجيه وأنت ترصد كل ما يحدث على الوسط الإعلامي؟ أقول للإعلاميين كل سنة وانتم طيبين. كنا ولازلنا حتى الآن في أي قضية أو أي مسؤولية ضمن الصفوف الأولى في الدفاع عن هذه القضية أو حل هذه المشكلة أو تحمل هذه المسؤولية. كفاية 25 يناير ولسوف نفس الشوارع. في كل قضية وفي كل مسؤولية وفي كل مشكلة الإعلام شيء أساسي موجود فيها. الإعلام الحر، الإعلام المصري الأصيل حر. كنا ولازلنا نحن في كل قضية أو مسؤولية أو مشكلة عنصر أساسي لحل هذه المشكلة، تحمل هذه المسؤولية تمام، وبحث هذه القضية. كل سنة وحضرتك طيب. الكاتب الصحفي عمرو حافظ على هذه الإطلالة الجميلة في يوم عيد الإعلاميين. كل سنة وحضرتكم طيب. وحضرتك طيب. فاصل مشاهدينا ونعود إليكم مع الأستاذ الدكتور مصطفى زيدان رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون، وحديث من القلب عن افتتاح التلفزيون وقد إيه كان مؤثر فينا، وكان خطاب الرئيس الراحل عبد الناصر بعد أول افتتاح.